مرحبا، أنا اسمي رندا مخامري، أنا من قرية مغير العبيد، عمري 16 سنة، وحاب أحكي لكم قصتي ومعاناتي مع الجيش والمستوطنين. إحنا بنعاني كثير طبعاً من قبل المستوطنين والجيش، بنتعرض لاعتداءات يومية، خصوصاً يعني قبل السنوات هاي. فعنا الأطفال الصغار يعني بصيروا مثلاً إنهم يتسربوا من المدارس بسبب اللي بنتعرض له. كثير كنا نتعرض لهم من قبل بالحجار، وكمان الجيش يكون معنا ما يسوي ولا حاجة. منهم كمان أختي كانت صغيرة يعني، وهي ضربها حجر في راسه لدرجة إنها راحت على المستشفى، والحمد لله الحين. وأنا منهم كنا في جندي يعني، كنا أنا وأختي، ومش عارف ليش بقول له يعني إنه يستنينا، فهو ليش بقول له إنه يستنينا بالمنطقة اللي إحنا دائما نستنى فيها. أجا وصار يحكي معي وكان بده يعتقلني، وحاول يعتقل أختي، وتعرض لنا كثير، وكان يعني يحتقرنا. إحنا طبعاً بنتأخر على الدوام كثير، خصوصاً الصبح يعني، كمان وبالترويحة، لأن الحين امتحانات شهرين، نتأخر يعني بنصل الدار إلى العصر بأذن، فهذا تأخير علينا ومشكلة على الطالب كمان. بتمنى إنه رسالتي تصل للكل طبعاً، لأنه إحنا كثير كنا مثلاً نقعد مع صحافة كمان ونحكي لهم مشكلتنا، بس بحس إنه المشكلة بتظلها نفسها. بتمنى إنه التأخير تاع الجيش إنه يبطل، بتمنى إنه كمان الاعتداءات اللي إحنا بنتعرض لها تخلص. بس رغم هيك يعني إحنا أكيد مش راح نترك المدرسة، راح نوصل للنهاية وإن شاء الله خير.